الحيوان ده يسموه مهندس الطبيعة، وهو يستحق لقب مهندس عبقري عن جدارة. وده ليه؟ هقولك ليه، بس الأول لازم تعرف ايه الحيوان ده. حيوان القندس، وده ربنا اداله مزايا غريبة، وهي صبره وعقليته الهندسية وأسنانه الأمامية واللي بيقدر عن طريقها يقطع وينشر شجرة ضخمة زي المنشار بالظبط. الغريبة انه مش بيقطع الشجر الضخم ده عشوائي، ده بيعمل حسابات دقيقة جدا وبيرسم شكل الغابة كلها، وبعدين بيقطع شجر بطريقة معينة علشان يقع في اتجاه معين، وده كله علشان يبني بيه سدود ضخمة فوق المية بتوصل لطول 100 متر وارتفاع 4 أمتار، بيحمي بيها بيته من الفيضان وبيكون بحيرات بيسترزق منها، علشان كده بيسموه مهندس الطبيعة. لدرجة ان الحكومة البريطانية استعانت بيه وجابوه وشجعوه على التكاثر في منطقتين علشان يبني سدود ويحميهم من الفيضان. يا اخي سبحان الله، قول لنا رأيك في مهندس الطبيعة.